ما مخاطر الانسحاب الإماراتي من اليمن؟ الحقيقة لا نستطيع أن نطلق على ما تم من خطوات حتى الآن بأنه انسحاب إماراتي، لأنه حتى الآن هو عبارة عن إعادة تموضع، انتقال لبعض القوات العسكرية وانسحابها من مواقع إلى مواقع أخرى، ولم تنسحب إلى خارج اليمن حتى نعتبره انسحابا حقيقيا. لكن الخطورة تكمن في أن كثير من هذه القوات العسكرية التي انتشرت على امتداد الساحل الغربي، خصوصا ابتداء من باب المندب وصولا إلى مشارف مدينة الحديدة، الخطورة بأن يعني الإمارات ستسحب كثير من 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 آلياتها العسكرية التي كانت تعتبر العصب يعني العصب الرئيسي لهذه العمليات العسكرية، وبالتالي لن يبقى إلا بعض الدوريات العسكرية وبعض الإمكانات المتواضعة التي لا يمكن أن تحقق التكافؤ أو تكافؤ القوة مع القوة الأخرى، يعني ما يجعل هذه القوات المتناثرة على امتداد الساحل السهامي الغربي هناك يعني تحت وطأة الصواريخ الحرارية والصواريخ الموجهة من قبل الحوثيين. أعتقد أن الرجال لديهم القوة والشجاعة ما يمكن أن تستمر به المعركة، لكن بإمكان المملكة العربية السعودية أيضا أن تثبت حسن نواياها في مسألة قيادة هذا التحالف وتحقيق الانتصار المطلوب بدعم أو ملء هذا الفراغ الذي يمكن أن يترتب عن هذا الانسحاب التكتيكي من قبل الإمارات. طيب ما رأيك بإعلان طارق عفاش بسيطرته على جبهات الساحل الغربي؟ نعم، أنا ابن هذه المنطقة وأستطيع أن أقول بأنه على مدى عام كامل منذ وصول قوات العمالقة وما يسمى وإنشاء ما يسمى بحراس الجمهورية والمقاومة السهامية وتشكيل ما يسمى بالقوات المشتركة، على الدوام حرصت القوات يعني الإدارة العسكرية الإماراتية على تجنيب أبناء تهامة وأبناء الحديدة وأبناء الأرض أن يكونوا قيادات عسكرية ميدانية يعني تنفيذية أو قيادات يعني ذات أرقام أولى في القيادة والتنفيذ، وأن يكون إليهم الأمر الفعلي يعني داخل الميدان، فقط لتخلي الساحة لطارق عفاش ورموزه الذين كانوا إلى وقت قريب هم مع الحوثيين وخرجوا كثير من 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 يعني من 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 الدفع العسكرية من القناصة والصاعقة يعني والقوات الخاصة التي تستخدم لقتل الأبرياء من أبناء تهامة وأبناء تعز في بعض الجبهات. اليوم طارق عفاش يزعم بأنه أصبح قائدا لهذه الجبهة، لكن أنا أستطيع أن أؤكد لك بأن الأمر لم يستتب له، لأن هناك أكثر من تناقض، أكثر من توجه، أكثر من تيار يتواجدون في هذا المكان. طيب لماذا الإمارات تدعم يعني أفراد عائلة علي عبد الله صالح وتترك يعني الحكومة الشرعية اليمنية؟ الإمارات تبحث عن عصابات ومرتزقة ليكونوا مؤتمرين بأمرها وسهلين وطيعي التحرك في أي اتجاه يمكن أن توجههم إليه. يعني أبناء عفاش في الأخير يعني حولوا من أنفسهم إلى عصابة للإيجار مقابل الحفاظ على مصالحهم في تلك يعني في الإمارات والمقدرة بالمليارات. الإمارات تريد أن تستخدمهم وهم يعني لا يملكون من خيار آخر، خصوصا أن بعض عائلاتهم هناك نستطيع أن نقول بأنهم لم يملكوا حتى يعني خيار إعادتهم من أبو ظبي ومن دبي. لكن أستطيع أن أؤكد بأن المقاومة التهامية ورجال تهامة لن يسمحوا باستلباب الأمر لطارق عفاش، وكذلك رجال القوات السلفية التي هم محسوبين على التيار السلفي لا أعتقد أنهم سيسلمون بهذه السهولة، لأن بينهم مخلصين لمعركتهم ويعتقدون بأنهم لا يمكن يستخدموا كأدوات في معركة شكلية. طيب هل نحن بانتظار مجلس انتقالي شمالي مثل المجلس الانتقالي الجنوبي يقوده طارق عفاش؟ من الصعوبة بمكان الحكم على ذلك، لأنه من المبكر أن نقول مثل هذا الحكم، لأنه هناك أيضا تيار سلمي في الحراك التهامي يريد أن يكون مع الدولة ومع الشرعية ولا يمكن أن يرتهن الآخر. هناك فقط بعض الأصوات الشاذة التي تقلد الجنوبيين في بعض الشعارات وبعض اللافتات، لكنها عمليا ستكون فاشلة لأنها لن تجد حاضنة حقيقية. نحن أبناء تهامة وأبناء الحديدة لا يمكن إلا أن نكون مع الشرعية ومع الجمهورية، ولكن مع احترام أيضا إرادتنا واحترام ما نستحقه من مكتسبات جمهورية.